بونجور، معكم مدام مها. أنا بدي حل هلأ النص الثاني من كفاية أسئلة الاختبار المعياري للناس اللي مقدمة على الدكتوراه. عندي هون نموذج لأسئلة الاختبار المعياري اللي ما كانوا متابعيني من الأول باللغة الفرنسية للقي بدرجة الدكتوراه. حليت النص الأول بس ما عم بطول بالفيديو لحتى يصير تحميله سهل عليكم، وهلأ بدي اشرح النص الثاني ونتابع الأسئلة شو منلحق منيح. أنا هلأ بالنص الثاني اللي عم بيقول ليزي لو تكست سويفون اي ريبوندي ان شوازيسان لا بون ريبونس. اقرأ النص التالي واجب باختيار الجواب الصحيح. طبعا أنا برجع بقول للمرة ما بعرف كم مرة صار إنه أنا ماني دكتورة وأنا بس مدرسة عندي خبرة وعم بساعد. إذا كان ما في حدا ما بيخطئ بجوز يطلع عندي أخطاء ما بعرف، بجوز ما يطلع وإن شاء الله ما بيطلع. أنا عم بعمل جهدي تأسهل الأمور على الناس اللي ما بتقدر، لا عندها وقت ولا عندها إمكانية ولا أي ظرف بيسمح لها إني أساعد، بس كنوع من التضامن. نشوف النص الثاني اللي عم بيقول. كان النص الأولاني عم يحكي عن كوكو لوغوري الغوريلا. هلأ اسكي أفال تورون، تزلج في وادي تورون. تورون ولا تورينس ما بعرف الحقيقة، طلعت على لفظة ما عرفت، بس الناس اللي بهالمنطقة هن اللي بيعرفوا اللفظ الصح. كل حال هو اسم. فال تورون وسيدويغا سا يعجبكم، سيغريكم. بشو؟ par l'étendue de son domaine skiable، بالمدى الواسع. étendue ممتداد، واسع للمنطقة البالغة للتزلج حوالي 600 كيلومتر. 600 كيلومتر دو بيست، 600 كيلومتر من مسارات التزلج. بيست هو المسار اللي بيتزلجوا عليه. Au sein, يعني au cœur, au milieu, في وسط, du plus grand domaine, أكبر, مجال أكبر, مسار من مسارات أكبر, منطقة, skiable, للتزلج في العالم. إذن هو أكبر مكان, du domaine, le plus grand domaine, skiable, au monde, اللي هو في منطقة الوديان الثلاثي, بس هو أكبر مجال للتزلج. A 3200 متر على ارتفاع علو، altitude يعني ارتفاع، على ارتفاع 3200 متر. garanti يضمن لك طبعا الارتفاع هذا ان نيجما، هطول دائم، غطاء ثلجي، اكسبسيونيل فريد. دو لوتون امي، من الخريف لا مي، مي مي يعني الربيع. اذا خريف والشتاء والربيع، ثلاث فصول من عدا الصيف طبعا لانه ما بعود فيه ثلج. اذا خلال ثلاث فصول. لا ستاسيون، هل المنتجع هذا، هل المكان هذا في لا بار بيل، بيعطي بياخذ منطقه الصداره. الانفيرونمون بيعطي للبيئه، افيك مع توفر لي ماتيريو نوبل افضل، كل الوسائل الراقيه، دي شالي من شاليهات، دي ريزيدانس من مكان امكن اقامه، اي دي زوتيل وفنادق دو غران ستاندينغ اللي بتكون الفنادق الفاخره. ايديال هو مكان مثالي بوغ دي سيجور للاقامه، تونيك اللي بتعطي يعني بتقدم لنا انشطه امكنه نشيطه، اي دوكسيجيناسيون فيها يعني الصحيه، تعطينا أكسجين. فالتوران نو بروبوز، عم يقدم لنا اون غام كومبليت يعني مجموعة، انسامبل مجموعة كاملة، ديكيبمون من التجهيزات، رح يقدم لنا تجهيزات و اكتيفيتي سبورتيف ونشاطات رياضية. لو غران دومين، المضمار الأول أو المضمار الكبير، لو غران دومين اللي هو تعريف إيفير اللي هو شو هي تعرفته الكلفة في فصل الشتاء. adulte à partir de 14 ans à
€171. البالغين اعتبارا من الـ14 سنة وما فوق بدفعوا €171. أنفان الأطفال دويت أدوزان أنكلو يعني من 8 إلى 12 بما فيها الـ 12 يعني 8 19 11 12 145 أورو 145 يورو. أنفان دو 6 à 7 ans من 6 إلى 7 سنوات 111 أورو 111 يورو. أما الأنفان دو موان 6 يعني ناقص أقل من 6 أقل من 6 سنين هو من 6 هون أقل من 6 هون 6 وطالع هون أقل من 6 وال بيكونوا 75 وال 75 سنة فما فوق يعني من فوق ال 75 هو من أقل من 6 سنين غراتوي مجانا. رح يجيني سؤال على هذا أكيد لأنه هالتحديد هذا بيعطيني إنه في سؤال جايني. إذا هذا هو أول شيء المضمار الكبير دو. هلا هون في عندي أكتيفيتي أوغسكي نشاطات بس خارج التزلج غير التزلج. عندي بالاد بيتون نزوهات على الأقدام بيتون من بي راكيت راكيتات اي يعني مضارب اي تخينو اشياء وزلاج تزلج مع بالعربات اللي بتجرون الكلاب باغابوند قفز مظلي شراعي جو اي انيماسيون العاب ورسوم متحركه سينما كوب يعني مثل حانات ديسكوتيك مثل مراقص وحانات يعني رقص وغناء وديسكو. اما النشاط الثالث هذا بوغ لي زانفان للاطفال كلوب دو 3 mois à 5 ans نوادي من الثلاث شهور للخمس سنوات ومن الستة للاثناش هدول نوادي لهم سكي كلوب. وفي عندي كمان نادي للتزلج افيك لو اس في اللي هو ايكول دو سكي فرونسي يعني مدرسة التزلج الفرنسية اللي هي أبغتير دو 3 ans. إذن هاي مخصصة نادي التزلجات المدرسة هاي للأطفال انطلاقا من 3 سنوات. وأما النشاط الرابع فهو كلوب دو 6 à 12 ans من 6 إلى 12 أونيكما حصرا يعني فقط سلمو pendant les vacances scolaires خلال العطل المدرسية. هلأ بدنا نحل من 8 إلى 13 هنا الأسئلة. فال دو توران هل وادي هاد المنتجع سيتوي يقع اكوتي دي بيست الى جانب مضامير التزلج دون لو بلو غران دومين سكيابل نعم في هو في اكبر منطقة للتزلج ودون لو في احد اكبر المجالات التزلج. لأن الحي اختر يعني احترت بين هي وهي وبس انا بالاخير قلت انه هي فاذا كان طلعت غشي يعني عم بعطيكم خبر فورا وانا شغلات اللي بشك فيها شويه بس انا قلبي بيقول انه مو بس قلبي يعني طبعا وعقلي بيقول انه كيس بين في اكبر مضمار للتزلج ولو على شاطئ البحر مو على شاطئ البحر. نف اللي هادو لانيج في تلج كم فصل لنا راسا بنعرف انه اوتون ايفير برينتو يعني رأسا بمشي على السؤال بعده مش ما أضيع وقتي هيك بالفحص بس هون معلش بنقرا هون اكسبسيونيل ما فقط او برينتون في الربيع سيل ما فقط ان اوتون في الخريف وفي الشتاء ان ايتي في الصيف لا هو في ثلاث فصول. هلا ديس لا ستاسيون هل المنتجعات ابيم ان بو لو بيزاج بي يعني بشوه منظر شويه الطبيعه لا ابدا لو ديفي هي ثلاثه هي رقم الصفحه le défigure بيشوها ابيم مثل ديفيغور نفس المعنى le rend plus beau يجعله اجمل اكيد يعني ما احلانا ونقول انه عم يخليكم بشيء le rend très sale بيخلي يكون وسخ لا اكيد لا 11 les séjours offrent هل اقامه بتقدم لنا plusieurs types de loisirs اكيد ايه عده انماط من الترفيه يعني انماط ترفيهيه seulement des activités sportives بس نشاطات رياضية لا seulement du ski بس تزلج لا on ne sait pas ما بنعرف بنعرف 12 le tarif est التعريف هي plein
كاملة، تعرفي كم مبلغ كامل à partir de 12 ans؟ لا، réduit، مخفضة للي عمره أكثر من 75، لا اللي أكثر من 75 gratuit، مجانا. gratuit pour les moins de 6 ans، مجانية للي أقل من 6 سنين، صح؟ وطبعا للي أكثر من 75. le texte n'en parle pas، ما حكى عنه، حكى عنه. 13 l'ESF يعني l'école du ski français أو فرنسيز حسب إذا تابعة للمدرسة، donne des cours aux enfants، تعطي دروس للأطفال à partir de 3 ans، اعتبارا من 3 اعتبارا من 3 سنوات، نعم à partir يعني de 5 ans et demi، انطلاقا من 5 سنين ونص، لا seulement pendant les vacances scolaires، بس خلال العطلة المدرسية، لا on ne sait pas، ما بنعرف، بنعرف. ننتقل للنص الثالث. Lisez le texte suivant, puis répondez en choisissant la bonne réponse. Le RATP, هي الهيئة المستقلة للنقل في باريس، يعني هون عم نحكي عن ترانسبور، النقل. La SNCF اللي هي الجمعية الوطنية للخطوط الحديدية الفرنسية، La Poste والبريد، كل هذا عم بيعدوني هون، Les banques والمصارف، Les compagnies d'assurance وشركات التأمين. remplace كل هدول، remplace leur guichet، بدلت يعني أجهزة الصرافين، يعني الأجهزة محل ما بيجي الموظفين بكونوا قاعدين تنسألهم، بدلتهم par des automates multi fonction، بشو بدلتهم؟ بآلات، بروبوتات متعددة الوظائف. إذن كل هدول، كل هالأماكن هاي كلهم، كل هدول لغوا الموظفين وحطوا بأماكن أجهزة متعددة الوظائف. dans les supermarchés، في السوبرماركتات يعني، on test، بلشوا يعني بالمتاجر الكبرى، on test، بلشوا يجربوا des robots caissiers. إذن هون السوبرماركت، هلا ليش حيتينك كيسير، لازم كيسير لأنه روبو جمع مذكر، فلازم تكون كيسير فقط. معلش ما علينا. إذا في السوبر ماركت في بلشوا يجربوا روبوتات اللي بتكون هي بركي هنا معتبرين البنات يعني، بس هو الروبو ماسكولين سنجولي، اللي هن بدلوهم بروبوتات يقعدوا على الصندوق، ماشين، آلات أنكيسي، هالآلات ماكينات الصراف الآلي، اون ليبر سيرفيس يعني ذات خدمة ذاتية، يعني هالآلات هاي كمان في، يعني كان في روبو كاسيير الروبوتات، وفي كمان آلات اللي هي من خلالها بيجي الزبون، هون الخدمة الذاتية اللي بيجي الزبون بيب، يعني هي بتطلع صوت بيب، تحط البضاعة على الجهاز بيعطي الصفرة، بيعطي تصفيرة، يعني معناتها انه هالزباين عم يعرضوا البطاقة، البضاعة تبعتهم تحت المحل ما بده يعطي صفارة انه تسجلت هالبضاعة، يعني مسجلها لحتى ينعرض السعر، هذا اسمه بيبي. اذا هن بنفسهم الزباين بيحطوا الكود باغ، هالكود يعني صفارة، تحت صفارة الكود بيحطوا بضاعتهم، دي برودوي كيل اشيت، كيل ساشيت، البضاعة اللي اشتروها، اللي بوز بعدين بعد ما بتتسجل على الجهاز قديش اسعار المواد، اللي بوز يضعونا بضاعتهم اللي اشتروها، بضاعتهم، بضاعتهم سيغ ان تابي غولان، على المسار اللي بيمشي لحاله هذا، اللي مو بالارض طبعا، فوق يعني على العالي، ما بعرف اذا كنتوا اكيد شايفينه، على تابي غولان غير، وبيشوفوا بيحطوه على الشريط وبيدفعوا بغيغل افيك لوغ كارت، بيدفعوا ببطاقتهم اي اون بال لو تو، بيضعوا كل شيء بعد ما بيدفعوا، بحطوا بطاقه، بيدفعوا ثمنها، بيعبوها اون بال، يعني بيعبوها دون دي ساك داخل اكياس وبيشيلوها، هذا بالسوبر مارشي. هلا دون لي بانك، في البنوك، إذا بالسوبر ماركت عندنا هدول الغوبو كيسير
وعندنا ماشين اون كيسي اون ليغ سيرفيس. هلا دون لي بانك في البنوك لي جيشتي اللي الموظفين اجهزه الصراف ليس لغ بلاس بتركوا اماكنهم ادي زوتومات لالات يعني لاجهزه اليه اوتوماتيك يعني كابابل بتقدر هالاجهزه ديفكتيي تنجز 70% دي زوبيراسيون كورونت من العمليات الجاريه اليوميه مثل دي عددونا مثل شو غوتخي دارجون سحب مال سحب اموال relevé de compte اصدار كشف حساب dépôt de chèque et d'espèces يعني اجراء عمليه ايداع شيكات والنقد virement تحويل commande de chéquier اوامر دفتر الشيكات. كل هالعمليات بيقوموا فيهم الالات بالبنوك. C'est une évolution normale. هذا تطور طبيعي. Peut-on se plaindre? هل نحن نتزمر نشتكي que des tâches répétitives إذا هالمهام اللي كلها تتكرار ما بتعتمد على المخ ولا على الذكاء سواء effectuée قام بها أنجزها par des machines آلات. هلا في ناس بيقولوا إيه في ناس بيقولوا لا طبعا لأنه عم تاخذ محلنا. لكن il est bien évident من الواضح que cette automatisation en هذه الأتمتة se traduira رح تترجم par de nombreuses suppressions de postes إلغاء وظائف كتيرة dans le secteur des services في قطاع الخدمات. Si نعم dans les exemples cités في الأمثلة اللي مذكورة encore en voie d'expérimentation اللي هي ما زالت قيد التجريب. Les effets, النتائج sont pour l'instant, النتائج اللي انه اتخذ فيها الوظائف لسه لحد الان مينيم صغيره محدوده. Les syndicats craignent, لكن النقابات تخشى des suppressions massives, انه يصير الغاء وظائف massif, massif هائل عكس مينيم. De postes من الوظائف dans toutes les prochaines années, في السنوات القادمة. النص مفرداته غليظة شوي. سالتكست هالنص هذا un rapport économique هو تقرير اقتصادي؟ لا. un article de presse صحيفة مقالة في صحيفة مقالة عم تحكي لنا عن تطور شو نتائجه في البنوك في السوبر ماركت ما عم تحكي تقرير اقتصادي بأرقام اقتصادية لا. publicité دعاية لا. un message amical, un message de sadaqa, la abdallah. Les machines à encaisser en libre arbitre. هل آلات اللي بتعتمد على الخدمة الذاتية. Existe déjà موجودة من قبل؟ لا. Passe par une période d'expérimentation. ما زالت قيد التجريب. هاي الصفحة 4. Vont exister cette وجد؟ apparaîtront ستظهر في السنوات القادمة لا الآن في مرحلة التجريب. dans les 16 dans les supermarchés في المتاجر الكبرى les clients qui utilisent الناس اللي عم تستخدم les machines à encaisser الآلات اللي قاعدين فيها روبوتات عم تدفع par chèque بالشيكات en espèce بالمعدن بالنقود المعدنية لا par carte bancaire بال بطاقة المصرف البطاقة اللي معهم يعني الكريديت ان ليكي بس يعني السيولة النقدية لا اذا باغ كارت بانكير. 17 دون لو سيكتور في قطاع دي سيرفيس الخدمات لوزاج دي روبو استخدام الروبوتات غالونتي يتباطأ لا ديمينيو يتناقص اوغمونت يزداد se stabilise يستقر لا augmente عم يزداد. dans les banques في البنوك في المصارف les automates peuvent faire المصارف بتقدر تعمل شو بتقدر تعمل la plupart des opérations courantes اغلب العمليات الجارية peu d'opérations
قليل من العمليات الجارية. Beaucoup d'opérations courantes. كثير من العمليات الجارية. Toutes les opérations courantes. كل العمليات. هل هن قالوا 70%؟ أنا إذا بدي أقول أغلبيتها المفروض تكون 90. أنا هيك تفكيري. كثير يعني هي 70. أنسب شيء إنه تكون 70. 19. Dans les prochaines années, في السنوات القادمة, des postes, هالمراكز هاي اللي يعني بيشغل الإنسان, apparaître, ستظهر, لا, disparaître, ستختفي. وظائف الناس, البوست, وظائف الناس, راح تختفي. سكري, ترجع تنوجد, لا, évolue, تتطور, لا, وإنما ستختفي. الوظائف ستختفي. Laquelle des expressions, أي من هذه العبارات, n'est pas une opération bancaire, ليست عملية بنكية مؤتمة, عملية مصرفية مؤتمتة. Retrait d'argent, سحب المال, هذا مؤتمت. Virement, تحويل مؤتمت. Ouverture de compte, فتح حساب. من ذكر فتح حساب. Dépôt d'espèces, إيداع نقد. إذا كله مؤتمت ما عدا فتح الحساب. من ذكر. Les représentants des travailleurs sont le ممثلين النقابات. من هن ممثلين العمال؟ هن اللي سنديكا. النقابات هن indifférents, لا مباليين بهذا الموضوع, لا. Satisfaits, راضيين, لا. En colère, غضبانين, لا. Inquiets, قلقين, نعم. هن oui, ils sont inquiets, هن قلقين. وصلنا على تدريبات القواعد, رح وقفون. Welcome, كانت معكم مدام مها. Au revoir, à la prochaine fois. Bye bye.